شايفين ياخد دوري السنه دي؟ الزمالك هو المتصدر بصراحه، الفريق اتغير عن الاول بكتير، الناس بتفيد وبتلعب، وفي الاول والاخر كل اللي هو اللي بيلعب هو اللي بياخد الدوري في الاخر. تعرف حضرتك؟ السوري. حضرتك شايف مين ياخد الدوري السنه دي؟ نسبة كبيرة يعني يعتبر الزمالك. طب شايف الزمالك مستوى أحسن السنة دي عن السنين اللي فاتت؟ مستوى أحسن وأسلوبه مكتمل والبدلاء بتاعه جاهزين. تمام شكرا. تعرف حضرتك؟ حضرتك شايف مين هياخد الدوري السنة دي؟ الزمالك إن شاء الله. حبيبي. عارف حضرتك؟ جرب الشكر. مين هياخد الدوري السنة دي؟ ليه؟ حسيني. مش شايف إن هو مستواه أقل السنة دي؟ هو يعني أقل شوية بس يعني بإذن الله. شكرا. كلم حضرتك. من ناس الجندي صاحب محل الجندي. شايف مين هياخد الدوري السنة دي؟ يلعب الأهلي. طب ليه مش شايف ان مستوى الاهلي ضعيف السنه دي؟ هو الزمالك متقدم بس ما فيش حد، ما فيش امل في اي حد بتاع ربنا.